سائقو الشاحنات يضربون عن العمل في منفذ الشلامشة احتجاجا على انتهاكات تعرضوا لها في الجانب الإيراني إضراب مفتوح لحين الإفراج عن زميل لهم قالوا انه تعرض لمكيدتنا أودت به في السجن بعد ضبط مواد مخدرتنا وضعت بشاحنته بواسطة حديد ممغنطة مطالبين الجانب الإيراني بالكشف عن تسجيل الكاميرات لمعرفة من قام بهذا الفعل خلوه له بالشاصي بالاخير مغناطيس مغناطيس بجانب الايراني خلوهم من عبر من عبر كظه تكرم الحيوان كينات سيارتي باربع شدات ومحمل لي شيش 100 مليون هيك احط لي شغله 400 الف 100 غرام أرابع سايق كظه وسايق كظه وسايق كل شيء ما عنده لحد هسه بالسجن هذا صاحبنا يطب يحمل ويطلع حاطينها له 80 غرام ولا 60 ولا 70 احنا ما ندري عندهم تصوير احنا نطالب بالتصوير احنا نطالب من الحكومه العراقيه يطالبوننا بالكاميرات حتى صاحبنا يطلع صاحبنا باكر يحكم 20 سنه شنو احنا احنا هاي الشلام ماكو مستحيل واحد يطب المحتجون طالبوا الحكومه العراقيه بالتدخل لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها في الجانب الايراني والتحقيق بقضايا المخدرات التي يضعها متشلون في شاحناتهم للإيقاع بتجار ومخلصين بحسب قولهم ناشد رئيس الوزراء وعبد الأمير الشمر وزير الدف... وزير الداخلية بان يجري تحقيق خاص بهاي القضية بإيران جاي ننباك جاي ننذل جاي غلطون علينا وفي سياق إعداد هذا التقرير منعت كاميرا وان نيوز من تصوير واجهة المنفذ الخارجية من قبل القوات الأمنية وبطريقة لا تليق بمقام الصحافة والصحفيين أثير العبادي وان البصرة.